ازيكم يا اصحابي؟ وحشتوني خالص. النهارده حصل معانا حاجات غريبه قوي، ولقينا حشرات مقرفه قوي قوي في المطبخ بتاع ماما. بس يا ترى احنا هنتخلص من الحشرات دي ازاي وهتعمل فينا ايه؟ خلينا نكمل مع بعض الفيديو، بس اوعوا تنسوا تضغطوا لايك، تضغطوا على الزرار بتاع الاشتراك، وتعملوا شير للفيديو وتوروه لكل اصحابكم. يلا بينا نشوف بقى مع بعض ايه اللي حصل. يلا بقى يا ماما، انا جعت قوي. حاضر يا طماطم، حاضر يا حبيبتي. الاكل على النار اهو، 10 دقايق بالكتير وهيبقى جاهز. بس انت بقى لازم تساعدي ماما يا حبيبتي. ايه رايك تجيبي المعالق انت من المطبخ؟ حاضر يا ماما. اجيب المعالق منين بقى يا ترى؟ من الضرفه اللي تحت يا طمطم، تحت في المطبخ. حاضر حاضر يا ماما. اكيد هنا، هي الضرفه مفتوحه لوحدها اهي. ايه ده يا خبر؟ ايه ده؟ ايه الحشره الغريبه دي؟ دي النمله دي ولا ايه؟ يا ماما الحقي، يا ماما الحقي. ايه يا طمطم، في ايه بتصرخي ليه كده؟ بصي يا ماما، بصي في البتاعه دي، بصي. في ايه يا ترى؟ انت تعبان لسعك ولا ايه؟ دي بصي نمله يا ماما. دي نمله يا طماطم، نمله حاجه بسيطه خالص. ايه انت خفتي من نمله؟ دي وحشه قوي يا ماما الحشره دي، وكبيره. بس ايه النمل الكبير ده؟ انا اول مره اشوف نمل كبير كده. لا لا، ده احنا شكلنا كده يا طماطم ان المطبخ بتاعنا نمل ولا ايه؟ انت حطيتي حاجه مسكره في المطبخ وسبتيها مكشوفه؟ والله ما حطيت حاجه يا ماما. ممكن المصاصات بتاعتك اللي بتسيبيها في كل مكان دي يا طماطم. مش عارفه يا ماما، بس انا ما جبتش مصاصات امبارح. لا يا طماطم لا، انا لازم اشوف المطبخ كله ليكون المطبخ بقى فيه نمل كتير كده. تعالي اما نشوف. يا خبر ابيض، اهو شفتي يا ماما، ده فيه نمله. ايه ده ايه ده؟ افتحي يا طماطم، تعالي ما نفتح الدرفه اللي فوق دي. استني استني. يا خبر يا ماما. لا ده كده لازم نشوف حل بقى. استني لما اشوف الدرفه اللي هناك دي كمان. اه اللي توقعته فعلا، طلعت هي كمان فيها نمل. ايه الحل دلوقتي بقى؟ يعني خلاص يا ماما، فعلا المطبخ كله نمل وبقى فيه نمل. هنتصرف ازاي دلوقتي يا طماطم؟ مش عارفه يا ماما هنعمل ايه. في شركات بيقولوا ان هي بترش النمل والحشرات دي، بس انا بخاف منهم قوي، ممكن يكونوا بيستعملوا غاز مضر علشاني. ممكن نسال طنطا علا بتعمل ايه. تعالي نجرب، تعالي منكلمها في التليفون. الو، ايوه يا علا. ايوه يا منى حبيبتي، خير؟ في حاجه ولا ايه؟ كنت عايز اسالك عن النمل. انت كنت قلتي لي تخلصتي من النمل اللي عندك في المطبخ ازاي؟ النمل؟ ايه الحكايه، عندك نمل ولا ايه؟ لقيت المطبخ الجديد اللي جايبه لي عمر لسه منمل، وكله نمل، انت عارفه طبعا الحر. بصي يا حبيبتي، انا لما جبت الناس بتوع الشركه الالمانيه علشان يرشوا لي البيت، كانوا جابوا لي عجينه سحريه تحفه. حلوه قوي. طيب وطلعت فعلا حلوه؟ فعلا جميله جميله قوي يا منى. ابعتي بس هاتيها من اي عطاره. عندك حق، انا هبعت اجيبها حالا. يلا بقى، سلام سلام. مع السلامه يا حبيبي. ها كده خلاص العجينه بقت تمام وجاهزه خالص يا طماطم. بس تفتكري هتجيب نتيجه مع النمل المتوحش الكبير اللي عندنا ده؟ طب ودي يا ماما، احنا بناكلها لهم ولا بنعمل بيها ايه؟ يا خبر ابيض يا طمطم، الحق النمله طلع على الحلل كمان. يا خبر يا ماما، ايه القرف ده؟ وبعدين بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ نتصرف ازاي؟ انا لازم انشر العجينه دي في كل المطبخ. تعالي يلا ساعديني. حاضر يا ماما. خدي يا نموله، خدي 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 يا هما. ها لا، انت مش عايزه تاخدي ليه؟ خدي بس الهما كليها. حطي العجينه بالراحه بقى يا طماطم، وسيبيهم علشان ينزلوا من هنا. تاكل يا ماما. دلوقتي بقى يا طماطم، احنا حطينا العجينه في كل الاماكن اللي في المطبخ. النمل بمجرد ما يشم ريحتها هيبقى بقى خلاص كل النمل يجري. اما نشوف. هيا يا ماما، ده النمل ملموم عليها وبياكل ولا كانه بيتغدى. استني يا طماطم لما نشوف ايه اللي هيحصل. الحقي يا ماما، ده النمل كله ما عادش موجود، هو راح فين؟ ايه ده ايه ده؟ بصي يا ماما هنا النمل اهو كله ماشي. ايوه ايوه، هربوا كلهم. الحمد لله يا ماشيين. يا سلام، احنا خلاص مشينا النمل يا ماما. الحمد لله خلصنا من النمل يا طماطم. الحمد لله يا ماما، دلوقتي بقى نقدر نتغدى. لا، قبل ما نتغدى انا هغسل كل الحاجات اللي كانت في المطبخ. ماشي، بس نتغدى بقى يا ماما. حاضر يا حبيبتي، حاضر خلاص. بس في بطني زقزقت. استني لما ابص على الاكل. يلا يا طمطومه، هاتي طبقك وتعالي بسرعه، الاكل استوى. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت، هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصل لكم كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم.
واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي.